أهلا بكم إلى هذه النشرة، نستهلها بأبرز العناوين. راجع ضميره أمام الله وقرر الاستقالة. بنيديكتوس السادس عشر يترجل عن الكرسي البابوية والبابا الجديد قبل عيد الفصح. عرسال الادعاء على 34 شخصا بينهم موقوفان فقط. ولجنة التواصل ما زالت غارقة في التقسيمات وعدد الدوائر، ولا دخان أبيض بعد. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع يزبك وهبي. مساء الخير. بعد مراجعة ضميري أمام الله توصلت إلى قناعة بأنني لم أعد قادرا بسبب التقدم في السن على القيام بواجباتي على أكمل وجه على رأس الكنيسة الكاثوليكية. التوقيع البابا بنديكتوس السادس عشر. بهذه الكلمات المقتضبة فاجأ قداسة البابا العالم بإعلانه الاستقالة حاملا سنيه 85 لينصرف إلى الصلاة والتفكير أو حتى الكتابة. التخلي عن منصبه سيتم فعليا أواخر هذا الشهر لتبدأ مرحلة الكرسي الشاغرة على أن يكون هناك بابا جديد قبل عيد الفصح المصادف في 31 من آذار المقبل. هكذا وبقرار ذاتي قرر البابا تداول السلطة في الفاتيكان، فيما تداول السلطة النيابية في لبنان ما زال تحت رحمة الغرق في مشاريع واقتراحات القوانين التي ما زالت تدور حول نفسها على الرغم من كل المحاولات للإيحاء بأن هناك تقدما على صعيد لجنة التواصل. بالانتقال إلى ملف عرسال، الادعاء على 34 شخصا بينهم اثنان فقط موقوفان. أما في آخر تطورات سوريا فإن رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب جدد عرضه للنظام بإجراء محادثات لإنهاء الحرب.